أخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد واللي هو طريقة تحميل الألعاب اللي بفلوس مجاني. فخلونا نبدأ حين شرح بسم الله. أول شيء حبيت أكد لكم أن كلامي صحيح، مثل ما تشوفون سعر اللعبة دولارين وهذه حملتها مجاني. خلونا نبدأ بسم الله. وش تدخل الرابط الموجود بالوصف، تضغط هنا، بعد ما تضغط راح تجيك كلمة تثبيت، تسوي لها تثبيت مثل ما تشوفون، ندخل عليه بسم الله، تضغط الخيار الثاني اللي هو جيمز، وبعد ما تضغط جيمز تنزل تحت تضغط على الإعلام هذه الزرقاء، بعد ما تضغط راح تجيك أكثر من لعبة مثل ما تشوف، ولكن أنا النت ضعيف، النت اللي عندي ضعيف مثل ما تشوفون، لعبة سبايدر مان الجزء الثاني. وهذه اللعبة أنا اللي حملتها، نحملها من جديد مع بعض عشان تقتنعون إن ما في مشاكل. مثل ما تشوفون يقول جار التثبيت، تشوفون. وهذا شرح اليوم، أتمنى أعجبكم، ولا تنسوا دعمك لي باللايك والاشتراك ونشر الفيديو للفائدة، وشكرا لك، السلام عليكم.